كاس العالم للانديه باذن الله تعالى. الرجاء هيسافر يوم 17 من خلال طياره خاصه، وكان في كلام كتير ان هم عايزين ياجلوا المباراه عشان قيود السفر، وان يعني المجال الجوي مقفول في المغرب سواء رحلات قادمه او رحلات خارج المملكه المغربيه، فبالتالي الموضوع تم حله وهيسافر هيسافر فريق الرجاء على متن طائره خاصه. لكن اقول لحضراتكم الكواليس اللي في القصه، يعني الرجاء كان بيفكر في ايه وازاي في موضوع مباراه السوبر. المباراه تم الاعلان عن اقامتها يوم 22 ديسمبر الشهر الجاري. الرجاء كان بيامل، وطبعا كل الاحترام لنادي الرجاء وجماهيره الكبيره، فريق كبير وعريق داخل القاره الافريقيه، لكن هو منتخب او نادي الرجاء في الحقيقه كان بيامل ان هو ياجل المباراه شويه لبعد شهر يناير او خلال شهر يناير، بحيث انه يجيب بعض الصفقات الجديده اللي تدعم صفوفه ويتم قيدها فين؟ في القائمه المحليه، ومن ثم قيدها في القائمه الافريقيه عشان يشاركوا في مباراه السوبر لو كانت بعد شهر ديسمبر. لكن الاتحاد الافريقي رفض، ويحق لنادي الرجاء زي ما بيحق للنادي الاهلي ان صفقاته الجديده اللي تم قيدها محليا في فتره الانتقالات السابقه يقدر يأيدها افريقيا ان شاء الله بدايه من يوم 15 من الشهر الجاري عشان يشاركوا في مباراه السوبر يوم 22. لكن طبعا هم كانوا بيأملوا ان يكون في يناير، دي يعني بعض الكواليس وحقيقه الامر، يعني ان في يناير يبقى في بعض التدعيمات يتم قيدها محليا ومن ثم افريقيا، يعني احنا عارفين ما ينفعش تأيد افريقيا قبل ما تأيد محليا يعني. ده فيما يتعلق بنادي الرجاء. طيب خلينا نروح